السلام عليكم. البيضاء، تطورات عسكرية مشهودة تسجلها قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودة بطيران التحالف. فبعد 3 أيام من المعارك يعلن الجيش الوطني سيطرته على مديريتين نعمان وناطع وموقع الثعالب الاستراتيجي في ظل انهيار للميليشيا في العديد من جبهات المحافظة. في طريق تحرير بقية المحافظة يمضي الجيش الوطني لتحرير 3 مديريات هي مسورة والصومعة والزاهر في إطار خطة تحرير محافظة البيضاء بالكامل. البيضاء إذن تعود إلى واجهة العمليات العسكرية بعد تحرير شبوة، وتعود معها تساؤلات كثيرة مصحوبة بأوجاع وصمود هذه المحافظة الصلبة. هل هذه العمليات العسكرية سيتمخض عنها تحرير المحافظة كاملاً؟ وما هي أبرز المعوقات التي تقف حجر عثره أمام عملية التقدم العسكري؟ البيضاء بموقعها الجغرافي الاستراتيجي المهم تشكل حلقة وصل بين 8 محافظات، 4 محافظات شمالية و4 محافظات جنوبية، ما يجعلها محافظة فاصلة بين شمال اليمن وجنوبه، حيث تشرف على أهم المنافذ المؤدية إلى منابع النفط والغاز في الشمال والجنوب. الحديث عن تحرير محافظة البيضاء يعني نزع الظلم عن أكثر المحافظات تضرراً وتغييباً عن الرأي العام، خصوصاً مع ما يصاحبها من ظلم دولي تحت مبرر ملاحقة الإرهاب. مشاهدينا الكرام، في ظل نية الجيش الوطني والمقاومة تحرير المحافظة كلياً بحسب ما يقال، فإن هناك العديد من الأسئلة حول آلية التحرير وأهميته ولماذا تأخر حتى اليوم. كل ذلك سنحاول الإجابة عليه في حلقة الليلة من المساء اليمني، والتي سأطرح أسئلته على ضيوفي بعد مشاهدة هذا التقرير. انطلاق معركة تحرير البيضاء بعد تحرير ما تبقى من محافظة شبوة بعملية خاطفة. أعلن الجيش تحركه باتجاه البيضاء وتحريرها من الانقلابيين. القوات التي حررت بيحان وعسيلان تحركت بالفعل باتجاه مناطق تابعة للبيضاء بمحاذاة محافظة شبوة. تمكنت هذه القوات من تحرير مركز مديرية نعمان وصولا إلى عقبة القنذع التي تشكل موقعا مهما على طريق التوغل في المحافظة، بالإضافة إلى تحرير وادي الخير المحاذي لبيحان ومناطق واسعة من مديرية ناطع. هذه جبهة فتحها الجيش قبل أيام، لكن جبهات أخرى أكثر أهمية تقاوم الحوثيين منذ 3 سنوات ولا تحظى بأي دعم من قبل الشرعية والتحالف، كجبهة الزاهر آل حميقان وجبهة قيفة وجبهة القريشية. مصادر من المحافظة قالت لقناة بلقيس إن طائرات الدرونز الأمريكية قتلت خلال شهر نوفمبر الماضي 40 فردا من أبناء مقاومة قيفة بدعوى أنهم من عناصر القاعدة. وقال المصدر إن أفراد المقاومة الذين قتلوا معروفون لدى جميع أهالي البيضاء بعدم ارتباطهم بأي تنظيمات إرهابية. كل ذلك يجري وسط إهمال كامل من قبل الحكومة الشرعية، سواء على مستوى حقوق الضحايا أو على مستوى الدعم العسكري أو دعم طائرات التحالف التي لا تعرف طريقا للبيضاء. في الجبال وفي كل مكان هاريين من بيوتنا ودقوا مساكننا وهجرونا. والله الله. رئيس الأركان كلف أمس الأربعاء العميد عبد الرب الأصبحي قائدا لمحور البيضاء خلفا للعميد مراد طريق. مراقبون يقولون إن التحالف والشرعية قررا تغيير استراتيجيتهما في البيضاء، فبعد أن كانت محافظة في وضع المعاقبة يبدو أنها أصبحت ضمن أولويات التحرير حسب ما تقول المؤشرات. دعم الجبهات المشتعلة في قيفة والزاهر والزوب ونعمان خلال الأيام القادمة بالعتاد العسكري والإسناد الجوي سيحدد ما إذا كان التحالف قرر تحرير هذه المحافظة التي تشكل قلب اليمن الجغرافي، فهي محافظة تحدها 8 محافظات، وتحريرها سيفتح الطريق أمام جبهات أخرى ويحقق انتصارات استراتيجية للشرعية. البيضاء أول المدن اجتياحا من قبل الإماميين وأول المدن مقاومة لهم، فالتاريخ لا يحمل للانقلابيين ذكرى طيبة من تلك الديار، فماذا سيحمل لهم الحاضر بعد كل هذه التضحيات؟ إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا بداية محافظ محافظة البيضاء صالح أحمد الرصاص من البيضاء، وأيضا سينضم معنا عبر سكايب العميد حسين عبد الرب العمري رئيس المجلس الإعلامي لمحافظة البيضاء من ألمانيا. مرحبا بكما ضيفي العزيزين، وأبدأ معك محافظ المحافظة الأستاذ صالح. بداية، هل انطلقت فعلا معركة تحرير البيضاء بالكامل؟
أهلا وسهلا بكم. محافظة البيضاء إن شاء الله في انطلقت عندما تم تحرير مديريتي نعمان وناطق. نعم. والآن إن شاء الله متجهين إلى محافظة البيضاء. يعني هناك يعني خطة لتحرير محافظة البيضاء كاملة. إن شاء الله. نعم، إذا يعني خلال الأيام الماضية منذ اتخاذ هذا القرار، هل تم يعني دعم جبهات الزاهر وقيفة والقريشة والزوب أيضا بالسلاح أو إرسال ألوية تعزيز أو حتى إسناد جوي؟ لأن هذه المناطق دائما ما كانت تشكو من عدم دعمها من قبل الجيش الوطني، من قبل الحكومة. هذا الجبهات لها 3 سنين وهي تقاوم وما زالت تقاوم، جبهة الحازمية وجبهة الفيراس وجبهة النعم وجبهة الطياب وجبهة الزاهر الحميقان وجبهة كيبر. نعم. إذا ما هي جهودكم يعني أستاذ صالح في التواصل مع القبائل داخل المحافظة لدعم تحرير المحافظة؟ نحن نتواصل على استمرار مع مشايخ وعقال وسياسيين ومثقفين وعلماء، وهم مستعدين في الوقت المناسب للقيام بإنشاء تحرير المحافظة إن شاء الله. نعم. وتواصلنا دائما، وفي بعضهم انضموا إلينا في الأسابيع الفائتة. نعم. مع الشرعية. جيد. طيب أستاذ صالح، يعني ومدى تنسيقكم مع التحالف لدعم المقاومة والجيش الوطني لتحرير هذه المحافظة، ما مدى؟ نحن نشكر دول التحالف على رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم الذي يبذلونهم وهم يدعمونا بدعم مستمر. نعم، إذا سيادة المحافظ بالنسبة للمناطق التي تم تحريرها، يعني قيل بأن هناك زراعة كبيرة للألغام في طريق المقاومة، هل يعني استطعتم تمشيط هذه المناطق؟ كيف تتصرفون مع هذا الأمر؟ المناطق التي تم تحريرها هي منطقة الساحة، مديرية نعمان. نعم. ومخز نعمان ومديرية ناطع ومديريات قدام من سابق لم يدخلها الحوثيين وهي مديرية الصومعة ومشورة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ صالح أحمد الرصاص محافظ محافظة البيضاء، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. وينضم معنا العميد حسين عبد رب العمري رئيس المجلس الإعلامي لمحافظة البيضاء. مساء الخير أستاذ سيادة العميد. أهلا وسهلا، مساء الخير أختي آسيا. اهلا بك، نرحب بك يعني تنضم معنا عبر سكايب من المانيا. وبدايه سيادة العميد، يعني حين نتحدث عن تحرير البيضاء نتحدث عن محافظه ذات عمق حيوي في وسط اليمن، ما الذي تنتظره هذه المحافظه في الايام القادمه برايك؟ اختي اتمنى ان تسمحي لي قبل ان اسهب في الاجابه على سؤالك. نعم. ان احييك شخصيا واحيي طاقم برنامج الراية المساء اليمني وقناة بلقيس الراية التي دائما تحرص على تغطية جبهات العز والشرف في عموم محافظات اليمن، ومنها محافظتنا محافظة البيضاء التي هي محافظة منسية، محافظة أقل ما يقال عنها إنها محافظة منكوبة بكل ما تعني هذه الكلمة. طبعا قبل أن نتكلم عن تحرير البيضاء حبذا لو علمنا كيف تم دخول الانقلابيين او ما يسمون انفسهم انصار الله الحوثيين الى البيضاء. نعم تفضل. البيضاء ظلت عصيه امام جيوش الائمه السابقه، وهذا شيء معروف انه لم تدخل البيضاء اي جيوش للائمه عنوه، وكذلك الائمه الجدد استدركوا مدى صعوبه الدخول الى البيضاء على شكل جيوش، فتم شرعنة دخول البيضاء مع الأسف عبر ما سمي بوثيقة السلم والشراكة التي فرضت بقوة السلاح بعد انقلاب 21 سبتمبر. نعم. التي استطاعت الميليشيات الحوثية أن تفرضها حتى على الشرعية وعلى الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية، ما عدا حزب صغير ولكنه كبير في الـ في الـ في الـ في القدر، وهو الحزب الناصري الذي ما كنا نتمنى أن يكون موقف الأحزاب الكبيرة تحذو حذو هذا الحزب الصغير
في الكيان، ولكنه كبير رفض هذا نعم الشرط والذي هو البند الثامن بشرعنة الغزو البيضاء بحجة حماية المواطن في البيضاء، وكأن المواطن في البيضاء في خطر، وكأن المواطن اليمني لا يوجد إلا في البيضاء بحجة حمايته، وهي كانت ذريعة للدخول متسترين تحت خلس الزنة ولبس البدلة، ودخلوا باسم، مع الأسف، باسم الشرعية وباسم القوات المسلحة، وكان هناك يعني دخول دون أي مقاومة، إلا أنها قاومت جبهة قيفة في البداية، ومع الأسف تعرضت لقصف طيران من قبل ما كان يسمى بالقوات الجوية التي أنتمي إليها أنا شخصياً، ومن قبل الطيران بدون طيار. وبعد أن تعدوا منطقة قيفة ودفعوا ثمنا باهظا فيها، وهي أم الجبهات، أيضا في مديرية ذي ناعم آل عمر كانت هناك جبهة ملتهبة، طياب ذي ناعم، وبعدها الزاهر آل حميقان، ومن ثم لاحقا الحازمية في الصومعة ومناطق أخرى. كانت هناك مقاومة شديدة ولا زالت منذ 3 سنوات، رغم الأمكانيات الشحيحة، كونها قبائل شرسة مقاتلة، لكنها لا تمتلك الإمكانيات التي ترقى إلى التكافؤ مع ميليشيات رفعت شعار الموت وامتلكت السلاح وامتلكت مكونات دولة. خلال 3 سنوات قاومت البيضاء مقاومة في عموم مديرياتها، حتى المديرات نعم التي لم يتسنى لها أن تقاوم، لكن إنها على استعداد تام للمقاومة. البيضاء يا أختي، مثل ما ذكرتي ويعلم المشاهد، بأن البيضاء موقعها الاستراتيجي الذي مع الأسف تلوه له الإنقلابيين وأولوه جل اهتمامهم، وجعلوا نعم البيضاء يعني ثانيا بعد صنعاء قبل أن مباشرة. نتحدث عن موقع البيضاء الاستراتيجي، اسمح لي أن يعني ينضم معنا أيضا تفضل. عبر الهاتف من الميدان العميد محمد علي العمري، أركان حرب قيادة محور البيضاء من هناك. مساء الخير سيادة العميد. حياكم الله، مساكم الله بالخير. نعم، أهلا بك معنا، وأود أن يعني تحدثني عن العمليات العسكرية التي تمت في محافظة البيضاء لاستكمال تحريرها. حياكم الله. أولا تحية لك أختي الكريمة آسيا، ولقناتكم المتألقة قناة بلقيس، وأيضا تحية لضيفك الكريمين الأخ المحافظ صالح مجد الرصاص والأخ المناضل العميد حسين عبد الله العمري، ولمشاهديكم الكرام. كما نهنئ فخامة رئيس الجمهورية على الانتصارات الساحقة في الأسبوع الماضي، النائب ورئيس الأركان. بالنسبة للبيضاء، نحن جاهزون، وإن شاء الله القيادة السياسية والعسكرية حينما تحدد ساعة الصفر سوف ننطلق لتحرير البيضاء. تم تحرير شبوة، وقررت بما أنه تم تحرير يعني آخر مديريات شبوة وآخر يعني مكان عقبة الجنزة، توجهت يعني بعض الفصائل والسرايا إلى مديرية نعمان، وقد يعني واجهوا بعض المواجهة البسيطة، ولكن تدول الحوثيين الانقلابيين فروا من امام قواتنا الباشره، وان شاء الله منتظرون ومنتظرين حتى ياتي نعم. الامر من قياداتنا العسكريه، وسوف نبدا بتحرير البيضاء او اي مكان يوجهونا بتحريره اليمن عموما. نعم، اود ان يعني تحدثنا نعم. عسكريا، ما الذي يعني تحرير مديريات نعمان وناطع؟ لماذا تأخرت أو لماذا لا 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 يعني ما الذي يضيف تحرير هذه المديريات التي تم تحريرها الآن؟ يتم تحرير أضاف هذا تحرير المديريتين الثقة عند يعني جماهيرنا والحاضرة أن الجيش الوطني قادم، وأننا قادرين على سحق الميليشيات في كل مكان، سواء البيضاء قادمون يا بيضاء، قادمون يا تعز، قادمون يا حديدة، قادمين في كل مكان، وإن شاء الله النصر قريب. نعم، لو تحدثنا عن المواجهات الآن بالبيضاء، يعني كم عدد الجبهات التي يعني فيها مواجهة حتى الآن؟
الجبهات التي يوجد بها مواجهة شرسة هي جبهة جيفة، وهي عدة جبهات لتلك هذه الجبهات، وفيها أبطال كثر ومواجهين بأشياء بسيطة جدا. ولكن هذه القبائل البيضاء أنت تعرفوا لا يقبل الظلم ولا يقبل الظلم، يواجهوا بأبسط الأشياء، ومع ذلك يعني أوجدوا فيهم خسائر. هذه جيفة. والمنطقة الثانية بنعم آل عمر وطياب، والمنطقة الثالثة زاهر آل حميقان، والمنطقة الرابعة الصومعة. وأبناء البيضاء حقيقة في بعض الجبهات قد يأتوا من أماكن كثيرة، وأبناء البيضاء جاهزين في كل مكان، حتى المناطق التي لا يوجد فيها يعني لا مقاومة أبنائها جاهزون. لا توجد حاضنة، لا توجد حاضنة لا للفكر، ولا لا يوجد حاضنة لا سياسية ولا شعبية. كانت توجد حاضنة سياسية عندما كان الرئيس السابق علي عبد الصالح، فأينما يعني قتلوا وغدروا به الحاضنة السياسية الآن انقلبت، وهم الآن في صفوفنا ولله الحمد، ونحن أخوة صف واحد، وسوف نوجه سهامنا إلى عدو واحد ألا وهم الإنقلابيين الحوثيون. نعم سيادة العميد، يعني لو تحدثنا عن يعني مدى الدعم الذي لديكم، خاصة يعني وأنت تحدثني عن جبهة قيفة وهي تقاوم منذ 3 سنوات ويشتكي أبناؤها من قلة الدعم لمواجهة الحوثيين، يعني لا يوجد لديهم حاضنة شعبية، وفي نفس الوقت لا يوجد لديهم الإمكانيات الكافية للمواجهة. الآن هل يتم دعمهم بشكل كامل؟ إن شاء الله سوف يتم دعم أبناء كيفة في الوقت القريب. وأيضا أتتنا يعني الأوامر بضم كثير من أبناء جبهة كيفة، وبضموا إلى الجيش الوطني. نعم. وهم يعني كثر من هذه المنطقة. وصح أن الدعم أنه يعني قليل، ويعني ولا يعني يرجع إلى المستوى، لكن الجيش الوطني نبشركم جميعا وجميع الجبهات والأبطال المرابطين أننا قادمون إن شاء الله. نعم، إذا شكرا جزيلا لك العميد علي العمري، أركان حرب محور البيضاء، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك سيادة العميد حسين عبد الرب العمري من ألمانيا، يعني كنت تحدثني قبل الهاتف حول يعني الموقع الاستراتيجي لمحافظة البيضاء، ونحن ربما ذكرنا ذلك في مقدمة هذه الحلقة. وأود أن أسألك يعني في ظل هذا الموقع المهم لمحافظة البيضاء، ما الذي يعني تحريرها بالكامل؟ أختي، أود أن أوجه تحية للأخ المحافظ الشيخ صالح مدر الرصاص، ولأخي وزميلي العميد محمد علي العمري أركان حرب محور البيضاء. وحسب ما شرحوا الإمكانيات التي أتيحت للمقاومة فيما مضى لا تذكر إطلاقا. بالنسبة للبيضاء هي محافظة تتوسط 8 محافظات، 4 محافظات جنوبية هي أبين ولحج وشبوة و ضالع، وكذلك 4 محافظات شمالية هي ذمار وإب وصنعاء ومارب. وقد لا يعلم كثيرين من المشاهدين الكرام أن البيضاء هي مجاورة لصنعاء، يعني يستغربون. فطبعا هذا الموقع الاستراتيجي الهام للبيضاء تلوه له الإنقلابيين مع الأسف، ولم يتلوه له في الشرعية، ولم يعطوه الاهتمام الكافي، وجعلوها جبهة استثنائية، جبهة استنزاف الحوثيين. ونحن في كثير من المقابلات أشرنا إلى أن البيضاء هي صمام أمان للمحافظات الجنوبية، وكذلك مفتاح نصر باتجاه المحافظات الشمالية. فمن يأخذ البيضاء يأمن المحافظات الجنوبية التي ذكرتها، أبين ولحج وشبوة والضالع، وكذلك من يأخذ البيضاء يستطيع أن يتجه باتجاه ذمار وإب وصنعاء ومارب. طبعا يا أختي العزيزة، مثل ما ذكرنا أنه هناك 5 جبهات في قلب الحدث وفي المقاومة منذ 3 سنوات، ومنها جبهة ذي نعم آل عمر، وجبهة الزاهر آل حميقان، وجبهة قيفة قبلهما، وجبهة الصومعة، وجبهة العبدية والوهبي. ولكن بإمكانيات يعني ذاتية بسيطة جدا، لا يعلم المشاهد أن مقاومة البيضاء بشكل عام حتى هذه اللحظة لم يكن لهم أي دعم ولا مرتبات إلى هذه اللحظة. لم
يمنحوا ما منحت المحافظات الأخرى من الدعم المالي والدعم اللوجستي، لا توجد لهم مرتبات، لا توجد لهم دعم ذخائر، بل أنهم يضطرون في بعض الجبهات ومنها جبهة دينا أعمال عمر أن يذهبوا للقتال خارج إطار مساحة محافظة البيضاء إلى الخوخة إلى ذباب إلى تعز حتى يحصلوا على بعض الذخائر ثم يعودون بها كغنيمة يقاتلون بها في جبهاتهم الأم البيضاء. نعم، إذا اسمح لنا عميد حسين أن ينضم معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي مجاهد السلالي. مساء الخير أستاذ مجاهد. مساء النور، أهلا بك معنا. استبسال تبديه مقاومة البيضاء ضد ميليشيا الانقلاب في الآونة الأخيرة، وخصوصا يعني في 48 ساعة الماضية، فإلى أين وصلت المقاومة والجيش الوطني حتى هذه اللحظة؟ ما هي آخر التطورات؟ بالنسبة لجبهة القندع النقيل أو العقبة التي تفصل بين البيضاء وشبوة، فما تم تحريره بالضبط هو مركز مديرية نعمان، أو يعني التقدم للجيش الوطني كان تأمينا لبيحان، لحد الآن لا يعتبر أي تقدم في البيضاء وإنما هو تأمين لبيحان. العقبة لحد الآن الجيش صعد إلى منتصفها ثم تراجع إلى أسفل العقبة، لا زال الحوثيين في أعلاها والجيش في أسفلها. بخصوص ناطع، تم تحرير قرى مرتبطة أيضا بوادي خير ببيحان يعني، لكن السلسلة الجبلية التي تفصل البيضاء عن شبوة لا تزال يتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع. نعم، هل تعتقد يعني أنه سيتم توقف هنا، يعني لن يذهب الجيش الوطني والمقاومة لتحرير محافظة البيضاء رغم الإعلان عن ذلك؟ يعني كان لدينا محافظ المحافظة وأيضا أركان حرب محور المحافظة ويتحدثون عن أن هناك استمرار للعمليات، ينتظرون فقط الإشارة لبقية التحرير، خصوصا أن هناك جبهات مثل الزاهر وقيفة والقريشة والزوب كلها جبهات مشتعلة الآن. بخصوص الجيش الوطني، نحن نثق جدا في أن الجيش الوطني سيأتي لتحرير البيضاء سواء اليوم أو غدا يعني، لكن ما يتم حاليا هو يعني في جميع الجبهات، سبق وتوقف الجيش في العابدية، سبق وتوقف الجيش في مكيراس، ومن ثم تراجع إلى أسفل عقبة الثرة من جهة أبين، سبق ويعني عدة جبهات كان الجيش يصل إلى حدود البيضاء ومن ثم يتراجع. يعني أظن أنه لا يوجد مانع لتحرير البيضاء، لكن الجيش الوطني ليس بيده. أما بخصوص إعلان بدء تحريرها من عدمه، فنتمنى أن يكون الإعلان وبدء التحرك جاد وألا يلعبوا بمشاعر الناس، هذا ما نوده منهم. نعم، إذا اسمح لي أن أقول هذا التساؤل للعميد حسين. عميد حسين، يعني هل تجد يعني أو لما برأيك توقف الجيش عند نقاط محددة وصفها الصحفي معنا مجاهد بأنها فقط لحماية محافظة شبوة، يتوقف عند حدود بيحان عند وادي الخير، هل برأيك يعني لا توجد نية حقيقية بعد لتحرير البيضاء؟ أختي العزيزة، طبعا أشكر الأخ الصحفي الرائع مجاهد السلالي وأوجه له التحية من على شاشتكم المباركة. طبعا طرح رائع، فعلا البيضاء بعد أن تم تحرير بيحان وهي آخر مديرية من مديريات محافظات الجنوبية، أصبحت الآن الست المحافظات ما كان يسمى بالمحافظات الجنوبية محررة كاملة، فأعتقد أنه لم يجد أي عائق أمام تحرير البيضاء، إلا لا تحتاج إلا إلى قرار سياسي ثم إلى التوجيهات العسكرية بقيادة الأخ رئيس هيئة الأركان الزميل رئيس هيئة الأركان العقيلي، والذي أتمنى عليه أن يكون له دورا هاما. البيضاء الآن أصبحت قاب قوسين أو أدنى، البيضاء قبائلها ليست حاضنة للحوثية، حتى المناطق التي لم يكن فيها جبهات غير الجبهات التي ذكرناها، إلا أن قبائلها في عندما تحين ساعة الصفر سيكونون سندا للقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عموم محافظات البيضاء. وأنا أتمنى من هذا المكان ومن على منبر قناة بلقيس على الأخ رئيس هيئة الأركان وعلى الزملاء
الضباط الذين سيضعون خطة تحرير البيضاء أن يولوا اهتماما كبيرا لجبهة الزاهر وجبهة ذي ناعم، والمنطقة الرابعة يجب أن يكون لها الأولوية في انطلاق أول شرارة لتحرير البيضاء، كون منطقة الزاهر لا تبعد عن مركز محافظة البيضاء سوى 7 إلى 8 كيلو خط ناري، وكذلك ذي ناعم لا تبعد إلا ما يعادل 15 كيلو مسافة يعني قريبة جدا، بالإضافة إلى المحاور الأخرى التي هي من اتجاه العبدية ومن اتجاه الوهبية. طبعا الآن أصبح لزاما على الشرعية حتى لا تفقد مصداقيتها ولا تزيد ظلمها وتهميشها للبيضة، نقول يكفي أنكم شاركتم في شرعنة الحرب على البيضة، ونوجه النداء لفخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، نقول له إن البيضة التي احتضنتك يا فخامة الرئيس اليوم تستنجدك وتستنجد الأخ. نعم، يبدو أن الإسكايب توقف معنا، إذا اسمح لي ضيفي العزيزين العميد حسين عبد ربه وكذلك الصحفي مجاهد السلالي وأنتم مشاهدينا الكرام بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وعودة إليك أستاذ مجاهد. أستاذ مجاهد، يعني تحدث معنا العميد حسين وقال أن فعلا البيضاء أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التحرير، تنتظر فقط القرار السياسي ثم التوجيه العسكري لذلك. برأيك ما الذي يؤخر القرار السياسي حتى هذا الوقت؟ ما يؤخر القرار السياسي هو انطلاق يعني إشاعة أنه البيضاء قاعدة وأنها إرهابية وما يروج للإعلام. أظن أنه هذا كان أكبر سبب وعامل في تأخير حسم البيضاء. طبعا البيضاء مؤهلة أكثر من غيرها من أي المحافظات للتحرير، وإن تم اتخاذ قرار عسكري جاد لتحريرها ف أؤكد أنه سيتم خلال أيام إن لم تكن يعني أقل، لأن البيضاء لها ميزاتها الجغرافية، ميزاتها القبلية، ميزات كثيرة. يكفي أنه إن تم التقدم باتجاه الملاجم والسوادية فسيجبر ميليشيات الحوثي على الانسحاب من جبهات البيضاء، لأنه لا يوجد لها خط إمداد إلا من خلال السوادية. لكن للأسف أنه لا يوجد قرار جاد، وأكبر مانع ما قلته حكيته أنه القاعدة وما إلى ذلك، ما يروج له الإعلام، ما كان يروج له إعلام المخروع وغيره من وسائل الإعلام، انطلت هذه الشائعة على التحالف وعلى أمريكا، فأصبحوا يروا البيضاء بكل أبنائها أنها إرهابية وما إلى نعم ذلك. نعم، إذن لما يترك هذا الأمر يعني انصح بوجود القاعدة أستاذ مجاهد؟ يعني الحوثيين هم من يدعون هذا الأمر، ويعني يطلقون أن هناك قاعدة ودواعش في المحافظات، ويوعدون أمريكا بأنهم هم من سيتصدون ل يعني تخليص المحافظات من القاعدة وداعش، فلما تترك المساحة أو المجال للحوثيين ل يعني يستعرضوا بهذا الأمر؟ لما لا يتم تحرير المحافظة من الحوثيين وثم إحكام السيطرة من قبل الدولة، ثم يعني يظهروا بأن إن كان هناك قاعدة يتم تطهيرها كما حدث في حضرموت وأبين، إن لم يكن هناك فيظهروا للعالم أنه لا يوجد شيء. للأسف الحوثي استطاع أن يقنع الأمريكان وغيرهم من شركاء محاربة الإرهاب بأنه الوكيل الأساسي لمحاربة الإرهاب وأنه لا يوجد غيره.
رغم أنه في البيضاء يعني قاتل بجواره الطيران الأمريكي منذ دخول الحوثي إلى البيضاء والطيران الأمريكي بجانبه. إلى اليوم الطيران الأمريكي قتل خلال الشهر الماضي من أبناء مقاومة قيفة ما يقارب 40 شاب، منهم معظمهم قتلهم في موقع جبل نوفان، يعني بدون يعني وهم يقاتلون الحوثي، لم يقاتلوا أمريكا ولم يقاتلوا غيرها. فما نشاهده في البيضاء هو أن أمريكا والحوثي شركاء في قتال أبناء البيضاء، برغم أنه لا يعني لا توجد قاعدة كما يصور ونسبتها ضئيلة جدا وفي مناطق محدودة. نعم. إذن دعني أنقل هذا التساؤل لضيفنا عبر سكايب العميد حسين. سيادة العميد، يعني هناك مخاوف كما ذكر الأخ مجاهد بأنه يعني من أسباب تأخير محافظة البيضاء مخاوف وجود القاعدة والإرهاب في هذه المحافظة، هل تجد أن هذا يعني مبرر لعدم تحريرها؟ هل نتركها للحوثيين حتى يعني نحن متخوفون من القاعدة؟ لما لا تحكم الحكومة قبضتها على المحافظة وتخلصها سواء من الحوثي أو من القاعدة؟ أطلاقا أختي آسيا، هذه تهمة باطلة. الأئمة السابقون كانوا يأتون يقاتلون البيضاء على أننا كفار وهم مجاهدون، والأئمة الجدد يقاتلون على أننا دواعش وهم مجاهدون، بينما هم يرفعون شعار الموت ونحن نرفع شعار الحياة. نحن لم نقاتل الإنقلابيين لكونهم أتونا من كهوف مران وصعدة، لم نقاتلهم لكونهم لا يهتمون بنظافتهم الشخصية ويتعاطون البرتقال والعزيري، نحن نقاتلهم على سلوكهم الذي خرج عن إطار المجتمع اليمني وخرج عن كل القيم، وهو شعار الموت لأمريكا، ولم يقتلوا أمريكا بل يقتلوا بيضاني ويقتلوا شبواني ويقتلوا تعزي وإبي ويمني. فنحن يا أختي لم نقاتلهم ولم ننكر عليهم أن يكونوا شيعة ويكونوا اثني عشرية، لكن نحن نقاتلهم من أجل سلوكهم الخاطئ الذي أرادوا أن يفرضوه علينا بقوة السلاح. فالبيضة لها ثار ولها حقد مع الأئمة السابقين واللاحقين، فهم يعتقدون بل أنهم يجزمون بأن أبناء البيضة هم قتلة الأئمة الذي يعتبرون الإمام مقدس ومعصوم. فأختيهم يتهمون بأننا من قتل الإمام أحمد بن الحسن بن القاسم قبل 400 عام، ويتهمون بأشياء ثانية بأننا قتلة الأئمة، من قتل الإمام يحيى هم من البيضة. فلذلك بيننا وبينهم ثار قديم، ونحن جمهوريين ونحن صمام أمان الجمهورية، ونحن نقول لمن يشكك في البيضة أننا نتحداك أن تأتي، وأنا شخصيا أتحدى من على شاشة قناة بلقيس أتحدى أن يأتوا بمقطعا واحدا أن رفع على مداعش في أي منطقة من مناطق البيضاء إطلاقا أو نقطة معينة لداعش، بينما كانت محافظات يعني رفع فيها علم داعش وحكموا داعش، منها أبين ومنها شبوة، ولكن تم تحريرها. نحن نقول أن من يخلص البيضاء من الميليشيات الإنقلابية لديه القدرة الكافية إلى جانب الدعم المجتمعي من قبل القبائل أن يؤمن البيضاء من أي ميليشيات سواء كانت داعشية أو غير داعشية، مع أننا ننفي هذه التهمة ونتحدى أن يأتي لنا أي شخص بمقطع واحد أن رفع في البيضاء شعار الداعشي العلم الداعشي أو نقطة أو سيطروا على أي منطقة في البيضاء وحكموها وأعلنوها إمارة إسلامية كما يدعون، كما عملوا في أبين وعملوا في شبوة في عزان وفي حضرموت وفي مناطق أخرى حتى في صنعاء. لكن نحن يا أختي ما ندري هل القدر أم أنه يعني هذا ظلم، يعني تهميش البيضة ونسيان البيضة. البيضة قبائل عربية قحطانية حميرية سبائية مسالمة، لكن أنهم يعني شرسين في قتالهم لمن يأتي إليهم. نحن لم نذهب إلى مران، لم نذهب إلى صعدة، بل أتونا يقاتلون على أبوابنا وفي طرقنا، ونحن نقول لهم لكم دينكم ولنا دين، كونوا حوثيين، كونوا اثني عشرية، كونوا ما شئتم، لكن لن نقبل أن تفرضوا فكركم على الشعب اليمني وبالذات في البيضاء، فلا توجد لهم حاضنة. أتمنى الآن بعد تحرير، اسمحي لي، أتمنى بعد تحرير بيحان الآن أنه أصبح تحرير البيضاء أمرا حتميا ملزما لقوات الشرعية، وأنا شخصيا متفائل من خلال ما أراه من تعيينات يعني تعيينات لقيادات عسكرية في مناصب مثل محور البيضاء، مثل
الأخ المحافظ أيضا أشكره ووجه له تحية، يقوم بدور هام جدا، فقد بدأ التواصل مع قبائل البيضاء، وأعتقد أنه وجد تجاوبا كبيرا من معظم وجاهات ومشايخ البيضاء بأنهم عندما تحين ساعة الصفر سيكونون إلى جانب الشرعية والجيش الشعبي. ونحن نطمنهم من هنا بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لن يدخلوا البيضاء منتقمين. نعم، إذن اسمح لنا أن نعود نعود للأستاذ مجاهد. أستاذ مجاهد، يعني هناك ردود فعل إيجابية ربما من قبل بعض قبائل البيضاء حين بدأ التحرك لتحرير المحافظة تجاه خاصة التطورات العسكرية الأخيرة، يعني وتم الإعلان للانضمام للجيش الوطني والمقاومة، ما مدى تأثير هذا الأمر على معنويات الجيش والمقاومة برأيك؟ أولا قبائل البيضاء منذ دخول الحوثي وهي ترفضه، يعني كانت فئة قليلة من أنصار علي صالح هي من تؤيد الحوثي فقط، لكن بعد مقتله أصبح حتى هؤلاء من كثر الإهانات التي تعرضوا لها من الحوثيين، ويعني الانتهاكات التي تعرضوا لها أصبحوا يعني أول من يريد مقاتلة الحوثي. مقاومة البيضاء هي من 3 سنوات، يعني هذه قرية الزواب استمر حصارها آخر مرة لأكثر من سنة ولم يعني يتناول ذلك، لا السلطة الشرعية وقفت معها ولا يعني ولا لاقت. نعم، هذا القصور الإعلامي يا مجاهد، اسمح لي، يعني كونك صحفي ومن أبناء المحافظة، هناك قصور إعلامي فعلا لمحافظة البيضاء، يعني على من نلقي اللوم في هذا الأمر؟ هل على إعلامي المحافظة الذي لا يوصلون صوتها، أم على الشرعية التي تتجاهلها، أم على الإعلام الذي يعني يتناول ربما الأبرز أو ما يستطيع الوصول إليه؟ يتحمل المسؤولية الجميع، أولهم أبناء المحافظة، يعني للأسف قليلة هم الإعلاميين في البيضاء، أضف إلى ذلك أنه صعوبة التقاط الصورة أو تغطية الحدث، رغم أن في البيضاء تجري معارك لا تجري في منطقة، يعني وأيضا انتهاكات الحوثي في البيضاء، يعني حتى لو قلت أنها فاقت انتهاكاته في تعز فلن أبالغ، يعني تخيلي أنه وصل انتهاكاته لمستوى أن يردم أكثر من 80 بئر توازية شرب في قيفة، يعني هذا على مستوى الآباء. نعم، إذن يعني أين هو دور هؤلاء الأبناء؟ يعني لما لا تتكتلون أستاذ مجاهد وأنت أحد هؤلاء الإعلاميين الذين يعني ينتمون لهذه المحافظة وعضو المركز الإعلامي للقوات، يعني أيضا لا ننسى أن العميد حسين عبد ربه رئيس المجلس الإعلامي للمحافظة، أين هو دوركم يعني في إبراز الصورة؟ إذا يعني أنت تتحدث عن انتهاكات ربما فاقت تعز ربما، يعني وهناك أيضا ملامة على أن هناك قصور لعدم وصولها للإعلام الدولي، ولكن أيضا يعني ملف الإرهاب ملف توصم به البيضاء دائما، لما لا توضح الصورة، لما لا ينقل المأساة؟ يعني تحدثني عن 40 شخص قتل في الشهر الماضي، هل سمع بهم أحد؟ يعني هناك قصور فعلي، ما هي، هل لديكم أي خطة للتحرك لأجل إيصال صورة البيضاء كما يجب أن تكون، يعني على الأقل يعني أن تكون صفحتها بيضاء كما اسمها؟ بخصوص التحرك الإعلامي وغيره، أنا حاولت أكثر من مرة أن أنصح الكثير من الأخوة الإعلاميين بالتناول الأحداث وغيرها، لكن للأسف الإعلام بشكل عام يخافون من أن تلفق لهم أيضا تهمة القاعدة. أنا سبق ونزلت في أحداث يكلا، الإنزال الأمريكي في يكلا، ويعني غامرت وغطيتها بشكل فردي، يعني غطيت كل ما يعني تفاصيل المجزرة البشعة، ومن ثم عدت فتفاعل معي الإعلام الغربي، وللأسف الإعلام المحلي نفسه رفض تناولها بتهمة أنه لا يستطيع الدفاع عن هذه قاعدة، عن هذه يعني من هذا الإشكال. أنا أواجه كثير مع وسائل إعلامنا المحلية أنه ترفض يعني أن تغطي مثل هذه الأحداث، لمجرد أنه البنتاغون أعلن أنه استهدف عناصر قاعدة، نأتي لنوضح لهم بالحقيقة وغيرها، يقول لك أنا ما أقدرش، يعني بصراحة يعني يعني بالإضافة لذلك، هيومن رايتس واتش السنة الماضية أصدرت تقرير تفصيلي عن مجزرة يكلا،
تخيلي أنه لم رسلت جميع وسائل الإعلام لم تتناوله وسيلة إعلام واحدة، يعني ما بالك يعني بقية الأخبار يعني الأخرى. يعني لا أحد، يعني أنت تحدثت بوجود فعل يعني لوجود القاعدة ولكن بعدد قليل ولا يذكر أو ليس كما يصور يعني من قبل الخارج. يعني أنقل ربما هذه التساؤلات للعميد حسين عبد ربه. سيادة العميد، يعني كونك رئيس المجلس الإعلامي للمحافظة، ربما في الداخل يجدون صعوبات شديدة، منها مخاوف وسائل الإعلام من أن تظهر للحديث عن القاعدة حتى لا تتهم أو تصنف أنها تنتمي لها. أنت تعمل للإعلام في الداخل وأنت أكثر ارتباطا بإعلام الخارج، أين هو دوركم لإيصال رسالة البيضاء وتنقيتها من هذه التهمة، خاصة وأن الناس في الخارج يتفاعلون تماما مع يعني سقوط ضحايا مدنيين بالصورة بالفيديوهات، يعني على هامش الضربات التي يعني بطائرات دون طيار التي تنال من هؤلاء المدنيين؟ أختي آسيا، قد يتفاجأ المشاهد الكريم لو قلنا بأن أعلام البيضاء هو يعاني ما تعانيه مقاومة البيضاء. أعلام البيضاء هو مجهود ذاتي. هذا السؤال كنت أتمنى أن تطرحيه على الأخ وزير الإعلام، ماذا قدم للمجلس الإعلامي في البيضاء؟ لا وزراء يعني يقبلون بالظهور معنا أستاذ، يعني سيدة العميد، يعني نحاول مرارا وتكرارا بالتواصل معهم، لقد بحت أصواتنا. نعم، لنتحدث عن الدور الفردي سيادة العميد. لو انتظرنا الحكومة والله لن تقوم لنا قائمة، يوم الحكومة بسنة كما يقال. فلذلك 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 أنا شخص عسكري، أنا أكاديمي عسكري خريج كلية الطيران، من المفترض ألا أكون رئيس مجلس إعلامي، ولكن مجبر أخاك لا بطل. فلذلك نتيجة الأهمال ونتيجة التهميش قمنا بمجهود ذاتي، مثل ما تقوم مقاومتنا في المقاومة في المدارس بمكونات ذاتية وبإمكانيات ذاتية، كذلك الإعلام في البيضاء هو مجهود ذاتيا. نعم، اسمح لي بالمقاطعة، اسمح لي بالمقاطعة سيادة العميد. لم نتلقى. نعم، يعني نحن الآن في وسائل تواصل اجتماعي عالية تماما، يعني مجرد فيديو صغير قد يقلب العالم، يعني مجرد التقاءكم كيمنيين في الخارج وعمل فيديوهات وقفات إيصال، يعني أمر أظنه لا يتطلب دعم أو مجهود حكومي. نعم. هناك تم إظهار هذه الأشياء، وأنا في نفس الوقت عضو في منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان. جميل. وطبعا نوصل هذه الأشياء. أنا مثل ما شرح الأخ مجاهد بأن الغرب يتفاعل معنا أكثر مما يتفاعلوا معنا في الداخل أو تتفاعل معنا القنوات المحلية، فلذلك نحن دائما نشكر قناة بلقيس والقنوات قناة سهيل أحيانا يعني تغطي، أما الباقين لا يتجاوبون معنا، نحن نبذل قصارى جهودنا، لكن هناك ما نحتاجه إلى مراسلين إعلاميين، إلى ناس يكونوا موجودين. لا يستطيع حسين العمري أن ينقل لكم صورة من معركة في الزاهر آل حميقان أو ذي نعمة العمر أو في قيفة وهو في ألمانيا، وهناك صعوبة في الوصول وفي التغطية وفي الإمكانيات، لا يوجد حتى تشجيع معنوي من قبل المختصين في الإعلام. وزارة الإعلام حتى لم يقولوا يا إعلاميين البيضاء تعالوا نسلم عليكم ونقول لكم مبروك، عندكم مجلس إعلامي وعندكم مراكز إعلامية، لم نجد حتى الدعم المعنوي، ما بالك في الأشياء الأخرى. إذا يعني نوجه عتبنا أستاذ، يعني سيادة العميد، نوجه عتبنا ولومنا للحكومة الشرعية التي تقصر في هذا الجانب، وخاصة وزارة الإعلام التي ربما حجمها أكثر من فعلها وعدد وكلائها أكبر من النشاطات التي تقوم بها. محافظة البيضاء ليست محافظة إرهابية، يجب أن يرفع على الأقل هذا العنوان لجميع وسائل الإعلام. شكرا جزيلا لكما ضيفي العزيزين، كنتما معي في هذه الحلقة، العميد حسين عبد ربه العمري رئيس المجلس الإعلامي لمحافظة البيضاء، كنت معنا عبر سكايب من ألمانيا، وشكرا لك أيضا الصحفي مجاهد السلالي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. وهو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.